خلال اهو بين قوسين اهو، ومن مصدر مسؤول هناك انفراجة قريبة وقريبة جدا، وستنتهي بهذه الانفراجة أزمة الدولار وأزمة انفلات سعر صرف الدولار بين السوق السوداء وسعر البنك قريب جدا. بقول تاني، الناس اللي عندها دولارات مخزنينها على أنها مستودع للقيمة، خسئتم خسرتم، اتخرب بيتكم. إن شاء الله على رمضان هيكون السوق ضبط، سعر الصرف انضبط.